كشف عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء المهندس سهل الدمراوي أن الجهاز المركزي للتعمير يواصل مثلث تعنته أو مسلسل تعنته مع المقاولين بمخالفته الكود المصري للأساسات في أبراج الإسكان الاجتماعي. وقال الدمراوي أن ممارسات جهاز التعمير تبدد جهود وزير الإسكان الذي حقق أعلى معدلات في الإنشاءات على مدار تاريخ الوزارة. وأكد عضو اتحاد التشييد أن مخالفة الكود المصري لا تتماشى مع جهود الوزارة للتطوير وتحسين معدلات الأداء. للمزيد بهذا الشأن طبعا والتوضيح أكثر عن كود البناء المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء، أهلا بك مهندس. يعني ما المشكلة تحديدا هنا وما المقصود بكود البناء؟ طبعا هو حضرتك مبدئيا يمكن وزاره الاسكان انجاز وزاره الاسكان خلال 4 سنوات الماضيه تعادل بالضبط الانجاز اللي تم في ال40 عام اللي مضوا. تم حجم انجاز مشروعات مش بالعشرات ولا بالمئات، لا بالفعل بالالاف. وفي خلال طبعا زحمه الشغل ده بيبقى في بعض المخالفات اللي بننوه عنها ناخد بالنا منها بحيث ان هي مرتبطه بالمال العام ومرتبطه بارواح المواطنين. فطبقا للكود المصري المفروض كان بيبقى في عمارات ارتفاعها 12 دور في مدينه بورسعيد في حدود 66 برج سكني. المفروض طبقا للكود دي بيتعمل في حدود 255 عمود تحت كل عماره. للاسف الشديد حصل مخالفه للكود المصري للماده رقم 4/3/7 الكود المصري للاساسات، اتعمل بدل 255 اتعمل في حدود 117 فقط. معظم الشركات للاسف الشديد برضه تابعوا الجهاز المركزي ومشوا مع تعليماته، الا يمكن تكون شركه واحده لا اصرت على تنفيذ الكود المصري تتعرض حاليا لضغوط غير عاديه ووقف مستحقاتها منذ اكثر من عام. فاحنا بنطالب بس معالي وزير الاسكان طبعا عارفين مشاغله انه بس يشكل لجنه محايده تدرس الموضوع ده على اساس ان الموضوع ده موضوع هام جدا والكود المصري ده قانون واللي بتصدره وزاره الاسكان، فلا يصح ان يكون جهه تابعه لوزاره الاسكان هي اللي تخالف الكود المصري. نعم صحيح. طيب اخيرا مهندس سهل، يعني طب يعني ما هو مبرر يعني الجهه التي تخالف الكود هذه؟ حضرتك هو اخذ راي استشاري معين، ولكن احنا في عندنا ما دام موجود الكود المصري، الكود المصري زي القانون بالظبط، وبورسعيد بالتحديد من اسوء الاراضي الموجوده في مصر، وارتفاع الابراج 12 دور، فده شيء لازم نحتاط فيه ولازم نتبع تعليمات الكود المصري نفسه. الكود المصري وزاره الاسكان هي اللي عاملاه وهي المفروض اول مكان او اول جهه تتبعه. وزاره الاسكان تتبع الكود المصري في جميع المشروعات الموجوده الا اذا حصل بعض المخالفه من جهاز مركزي للتعمير، هو تابع لوزاره الاسكان ولكن لا يمثل الوزاره باكملها طبعا. نعم، يعني ان شاء الله يكون صوت حضرتك وصل. انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء، شكرا جزيلا لك.